شرف المستوى، شرف الكره المغربيه، الكره العربيه. فبصراحه فالطموح ديالنا كبر من بعد التاهل النهائي، لكن بصراحه وبكل صدق فباش تلعب مع فريق اللي كنظن هو احسن فريق في العالم، فخصك اول حاجه اللياقه البدنيه تاثرنا فيها بزاف. لكن هذا ما كينفيش بان بايرن ميونخ فريق في المستوى، كان عندنا طموح باش نفوزوا، لكن صراحه فالغلبه للاقوى صراحه. هل ربما البداية السيئة للرجاء من خلال استقبال هدف في الدقائق الأولى ساهمت هذه البداية في النتيجة التي شاهدناها وخسارة الرجاء؟ لنكون واقعيين، فالهزيمة بهذا الأداء ديال البايرن فكنظن ما كنقولش مستحقة ولكن منطقية. فاللاعبين كما قلت لك كنا عازمين، خصوصا مع حضور جلالة الملك نصره الله اللي عطانا واحد الدفعة معنوية، لكن كتبقى الانضباط التقني واللياقة البدنية كما اشرت فهما اللي أثروا، هما اللي خلاو النتيجة تكون 2-0. والحمد لله ما كانتش شي نتيجة اللي هي كبيرة، فكان مرة ثانية كنتأسف لهذا الإقصاء، وكنتمنى إن شاء الله الكأس العالمي المقبل إن شاء الله تنظم بلادنا نكونوا أحسن من هكا، ولما لا إن شاء الله نعوضوا هذه الخسارة ونحققوا الانتصار إن شاء الله ونفوزوا باللقب إن شاء الله. متفائل بالعودة إلى كأس العالم الجديد السنة الماضية؟ فصراحة ذوقنا طعم كأس العالمية، فكنظن اللاعبين ديال البطولة الوطنية غادي يحسدونا على هذه المشاركة هذه، وكنظن بأن تكون البطولة حارقة هذا الموسم، خصوصا أننا الآن من بعد الصداره بعيد علينا شويه، لكن صراحه ما عندناش حلول سواء نفوزوا بالبطوله واما نفوزوا ان شاء الله بكاس شامبيونز ليغ دافريك ان شاء الله باش نلعبوا كاس العالم الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله شكرا. كثير من التفاعل.